الآن المخرج العام لحكومة السيد العبادي، وهذا التقييم أنا قلت إليه، أنه كان فرصة وليس حل. فرصة، نعم، العبادي كان فرصة ولكنه ليس الحل. شنو الفرق بين الفرصة والحل؟ طيب. يعني مو هو الرجل اللي جاي وعنده مشروع جاهز وباله أنه يعني يعمل فد خطة لنهوض العراق بالأربع سنوات، ولكن هو كان فرصة أنه ينطي للدولة المدنية مساحتها، فرصة أن يعيد التشاورية في داخل العمل السياسي مع بداوي حزبه ومع الآخرين، وفرصة في أنه يعيد العراق إلى المجتمع الدولي اللي تقاطع مع العراق، تقاطع مع المجتمع الدولي في آخر سنة سنتين من حكومة السيد المالكي. فكان فرصة كبيرة، وهذا التقييم أني قايله إلى شخصيا للدكتور العبادي وقايله لكثير. الفرصة مو تقييم دكتور، هسا احنا هم نفهم بالقيادة والاستراتيجية، الفرصة مو تقييم، أنت قيم لحكومة العبادي. فرصة وليس حل. اوكي، الفرصه مو تقييم، انا يعني اريد مخرجات. لا اريد، هي فرصه كبيره. شريد ابراهيم، هاي الفرصه، انا ما احكي تفاصيل. لا لا، انا ما احكي شريد ابراهيم. اريد اقول لك من 10 ايش قد نجح؟ اريد اقول لك 7. جيد، هذا التقييم 7. اذا 7 جيد 7 بدون تفصيل. بدون، انا ما ادخل بالتفصيل. شوف، التفصيل يغرقك بكثير من التفاصيل. انا اليوم اقيم انه رجل ليش ما رجع، ما نجح لانه ليش ما رجع، ما رجع ليش ما فاز بالانتخابات، شنو اللي منعه من العوده؟ لانه مو سياسي. زين، هو لا لانه مو سياسي.